معنا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك، كل سنه واحنا طيبين. النهارده اوفيشلي او رسميا يعني ابتدى فصل الشتاء، فخلينا بقى نطمن من حضرتك الفتره القادمه هتشهد يعني ايه من درجات الحراره والطقس، وهل احنا بنتكلم ان هيبقى فيه انخفاض يعني سريع في درجات الحراره، ولا برضه هيبقى جرادولي او يعني زي ما بيتقال كده تدريجيا؟ اتفضلي يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة نهاوند وأستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم بخير يا رب. بالفعل البدايه الرسميه لفصل الشتاء اليوم هيستمر معانا تقريبا حوالي 3 اشهر، لكن احنا مع البدايه الرسميه لفصل الشتاء هيتزامن معاه في انخفاض في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه. الانخفاض ده بدا من الامس بحوالي درجتين، اليوم هينخفض كمان عن الامس حوالي درجتين الى 3 درجات على كافه انحاء الجمهوريه، وده بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط. هيعمل المنخفضين على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فهتحجب جزء من اشعه الشمس. مصادر الكتل الهوائيه معظمها الكتل الهوائيه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط معتدله تماما في درجات حرارتها، فاحنا هنحس بانخفاض درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 19 وال 20 درجه مئويه خلال فتره النهار. فطبعا ده انخفاض عن الايام الماضيه بحوالي 5 درجات، احنا كنا الاسبوع الماضي في بدايه الاسبوع ده كمان سجلنا درجات حراره وصلت ل 25 درجه مئويه على القاهره. صحيح. خلال الايام القادمه من اليوم الى بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله العظمى هتتراوح ما بين 19 وال 20 درجه خلال فترة النهار، خلال فترات الليل هتروح ما بين 13 وال 14 درجة مئوية، يعني أجواء شتوية لطيفة تماما خلال فترات النهار، مائلة للبرودة إلى باردة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. كمان فرص الأمطار بدأنا نشوفها بشكل كبير خاصة في المناطق الساحلية مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. الأمطار هتمتد خفيفة للمناطق الجنوبية زي جنوب الوجه البحري، هتصل للقاهرة الكبرى، خليج السويس، مدن القناة، بعض المناطق من حلايب وشلاتين. الأمطار اللي في المناطق الداخلية يعني القاهرة الكبرى أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. متوقع الحالة الجوية تستمر معنا ليوم السبت القادم إن شاء الله، استمرار انخفاض درجات الحرارة، كمان استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق المختلفة. أمطارها هتكون متفاوتة الشدة طبعا، هتختلف من يوم ليوم من محافظة لمحافظة، لكن هتكون على فترات متقطعة. طيب بالنسبة للشبورة برضو يا دكتور منار عشان الناس تطمن، لو حد مسافر تحديدا الويكند بيبقى أو بيشهد يعني رحلات سفر كتيرة لمحافظات مختلفة من القاهرة وغيره. بالفعل يمكن احنا الايام الماضيه بدانا نشوف كثافه في الشبوره المائيه وبدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، لكن مع نهايه الاسبوع ده الشبوره المائيه كثافتها مش هتكون بالشكل الكبير لان التوزيعات الضغطيه مختلفه تماما، مش هتساعد على التكثف الكبير للشبوره المائيه، هتكون شبوره مائيه خفيفه هتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه. لكن برضه هننصح قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القياده في هدوء تام، نتابع كافه تعليمات المرور اثناء اي ظاهره جويه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، لان الامطار كمان بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه والشبوره المائيه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. مهم كمان ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، نرتدي ملابس شتويه فترات النهار وفترات الليل، فترات الليل كمان تكون ملابس شتويه ثقيله او معانا جاكيت لو حسينا اكثر من انخفاض درجات الحراره. طيب دكتور منار انا هسالك سؤال يعني ما اعتقدش هيبقى ليه اجابه دلوقتي بس هساله مش عارفه اسئلتي بس انا عايزه اطمن، يعني احنا بقالنا فتره بنشهد اختلاف ما بين السنه والسنه في الفصول المختلفه، بمعنى ان تغيير المناخ بيؤثر كل سنه او له تاثير كل سنه مختلف على العالم، ممكن يبقى في شتاء قارس جدا بعد كده يجي شتاء ما نحسش بيه قوي يعني، او فتره قليله جدا اللي يبقى فيها شتاء فصل الشتاء او فصل الصيف على كل يعني على حسب. فانا عايزه اطمن هل الشتاء السنه دي ربما ياتي مثلا على غير العاده مختلف الى حد ما عن السنه اللي فاتت، ولا ده ما نقدرش نحدده من دلوقتي؟ لا هو احنا بنحدده لكن دقه التنبؤ بتكون قليله، يعني احنا من خلال التنبؤات الفصليه في الهيئه العامه للارصاد الجويه احنا بنقول ان الشتاء هذا العام 2023 هيبقى حول المعدلات الشتويه، يمكن كمان يعني يشبه شتاء العام الماضي الى حد كبير، خاصه في انخفاض درجات الحراره خلال فترات الليل وموجات الصقيع اللي احنا كنا بنشهدها خلال فترات الليل، انخفاض الملحوظ في فترات الليل والجو شديد البروده فترات الليل، لان فترات الليل درجات الحراره بتوصل ليه يعني احيانا درجه ودرجتين في مناطق شمال الصعيد، المدن الجديده، الاماكن المكشوفه، فده بيؤدي الى تكون الصقيع والبروده القارصه خلال فترات الليل.
كمان معدلات الامطار طبعا بتبقى حاضره بشكل كبير على المناطق الساحليه، لكن دايما دقه التنبؤات الفصليه بتكون لا تتجاوز ال 20%، فاكيد ممكن يحصل تغيرات في التنبؤات اللي احنا بنقولها للفصل ككل. رائع جدا. اي استفسار عن الطقس؟ لا انا كده زي الفل، انا اطمنت بالدكتوره منار ان احنا هنبتدي بقى ندخل وبقوه في الاجواء الشتويه المعتاده. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منار غانم، طبعا اجهزي بقى.